شوية شوية فهد فهد شوية شوية فهد فهد مش سامع؟ ليه ما احنا لحالنا ليه؟ فهد عشان انا بقول لك شوية شوية. مالك يا زلم انت يعني ما بدكش تبطل مني يا زلم بدك ظلك تبنك دايما. مرحبا يعطيكم العافية. اليوم بدي احكي عن مسلسل جديد كثير على شبكة النتفليكس اسمه جن. هو مسلسل من تمثيل واخراج مجموعة من الشباب والممثلين والمخرجين الاردنيين بالشراكة مع مخرج لبناني ومنتجين وطاقم كامل طبعا، لكن تسليط الضوء كان فيه على الشريحة الاردنية من ممثلين سواء صغار او كبار بالعمر ومخرج وطاقم فني يعمل في هذا المنتج سواء بالقبول او بالرفض. مسلسل جن على شبكة النتفليكس، خلينا نحكي عن هذا الموضوع لانه موضوع كثير 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 اثار حفيظة الشعب الاردني بشكل كثير كبير، واثار حفيظة الناس اللي قابلين لهذا العمل على الناس اللي رافضين لهذا العمل بشكل كثير كبير. جدل واسع حوالين موضوع هذا المسلسل، خلينا نتناقش شوي بهذا الموضوع لانه موضوع جدا 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 مهم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير ناس من الشريحة او من الشعب الاردني. مرحبا يعطيكم العافية. طبعا بعد الهبل اللي شفناه والفيديو اللي هيك السكتش السريع اللي عملناه كان شيء جدا عادي وجدا اقل من عادي خلينا نحكي، وبالنسبة لأي مشكلة ممكن تصير في المجتمع الاردني ممكن يصير فيها هذا الحكي، بالنسبة لأي اثنين بيحكوا مع بعض ممكن عادي يحكوا لبعض شوي شوي فهد عادي جدا ما راح يصير اي شيء. اي حد عنده فكرة واي حد عنده خليني احكي برودكت او اي حد عنده طريقة للتصرف او طريقة للتعبير عن حاله احنا مش ضدها بالمرة، لكن انت على ايش عم تضوي يمكن هي اللي راح تكون فيها المشكله. ليتلي شفنا المسلسل الجديد اللي انتج عن طريق نتفليكس واللي كان ابطاله ممثلين اردنيين واللي تمثل في مدينه عمان ومدينه وادي رم ومدينه البتراء. المسلسل كمسلسل بغض النظر عن فكرته، تسليط الضوء على بعض خلينا احكي الممارسات والمصطلحات والممارسات اجراءات او طريقه التعامل اللي بتصير في المجتمع الاردني واللي انا بالنسبه لي ما بشوفها يعني مجتاحه المجتمع الاردني بهذا الشكل كثير كبير، لكن تسليط الضوء عليها بهاي الطريقه كان مرفوض من قبل خلينا احكي نسبه كبيره من اطياف المجتمع الاردني. هلا لو فكرنا شوي في الموضوع راح يجي ناس يحكي لك انه المقاطع اللي انتشرت سواء من بوس او من اللمس او من التحرش او من التحشيش او من كل هذا الحكي، كل هاي الاشياء ممكن تلاقيها في اي فيلم او مسلسل سواء كان عربي او اجنبي او الى اخره. انا معك راح تلاقي مشاهد يمكن بلس 18، راح تلاقي مشاهد خادشة للحياة، راح تلاقي مشاهد خارج عن نطاق العادات والتقاليد الموجودة، لكن إذا بتطلع على أي مسلسل أو فيلم خلينا أحكي مصري مثلا أو عربي، بدي أحط شوي لبنان على جنب لأنه ممكن تلاقي هذا الحكي، لكن إذا لاحظت هدول خلينا أحكي أكبر بلد بتطلع سينما أو تلفزيون هي مصر في البلدان العربية، بتلاقي فيه مثلا مشاهد خادشة للحياة أو بتلاقي مشاهد خارجة عن العادات والتقاليد تبعت المجتمع أو إلى آخره، لكن ما بيكون تسليط الضوء على هاي المشاهد، هذا رقم واحد، ما بتكون هي المين آيتم اللي راح ينتشر عن هذا الفيديو أو عن هاي الحلقة. بتلاقي صار في بوس، يمكن اثنين ناموا بنفس السرير، يمكن تعدى الموضوع هذا الحكي لأشي أكثر من هيك، لكن ما تلاقي مثلا بفيلم مصر اثنين بيحكوا لبعض انت متى بدك تبطل مني او انت متى صاحبك بده يبطل يتمني، او بتلاقي واحد اجى مثلا شكل على واحد ثاني، او بتلاقي بنت او بنات اللي قاعدين بيحكوا لك الفاظ خارجه او خادشه للحياه. الفكره في الموضوع انه اول مسلسل خليني احكي على شبكه النتفليكس هو من تمثيل اردنيين واخراج في الاردن وممثل في الاردن، والمشكله بالنسبه لي المشاهد اللي خادش للحياة هي صارت في واحدة من معالم اللي هي خليني احكي من معالم او من عجائب الدنيا اللي هي البتراء. يعني انا اللي بتطلع عليه اول شيء الترويج انه احنا الشريحة اللي بتمثل هي صغار او اطفال، او بديش احكي اطفال خليني احكي بين 16 ل 20 من مدارس سواء خاصة او موجودة في عمان او في غير عمان، فانت قاعد تحكي انه انت قاعد بتعكس انه هذه هي البيئة اللي موجودة فيها دول الناس. الاريحية في التمثيل واللي ليتلي عرفنا انه الممثلة هي بنت وزير سابق ان صح الحكي، فانت قاعد تحكي انه هدول الشريحة هم هيك حياتهم.
بغض النظر انه كيف ابوها خلاها انها هي تمثل هذه المشاهد، لانه هو اردني بالاخر، هو موجود في الوسط الاردني وفي المجتمع الاردني، هو كان ممثل للشعب الاردني فهو وزير. غير هيك انه انت قاعد تعكس انه الشريحه الاردنيه هي جدا عادي، انه بنت او شاب وبنت باول ثانوي ولا في توجيهي ولا في عاشر خدها على زاويه وقاعد ببوس او بلمس او بحس او بحشش او الى اخره. جدا عادي انه البنت كانت تطلع بالفيديوز بتسب وبتطعم تحكي لك من صاحبك بتمني او الى اخره. انا من وجهة نظري بغض النظر عن المنتج اللي اذا صح التعبير هو منتج فني، لكن انا بالنسبة لي ما حضرته لسه كامل، وان شاء الله راح احضره عشان اعرف احكي رأيي بكل صراحة، لكن كان لازم نطلع نحكي هذا الفيديو، انه اذا انت بدك تمثل مثل، اذا انت هوايتك تمثيل روح ادخل في هذا المجال، اذا انت بدك تشتغل في التمثيل او الانتاج او الاخراج او كتابة السيناريو او وات ايفر الايديا اللي في بالك جو اهيد وحاول انك انت تنجح بهذا الموضوع. لكن اعرف انت شو الهدف من الشيء اللي انت بتعمله. ديفينتلي مش الهدف انك انت تطلع المجتمع الاردني بهذه الصوره، لان المجتمع الاردني اكبر واجل واحسن من هيك، ومحافظ يس محافظ اكثر من هيك، بعيدا عن موضوع الاوبن مايند بيبل، او بعيدا عن موضوع انك انت لارج، او بعيدا عن موضوع انه احنا متخلفين. انا ما بدي احكي رايي بالتوجه تبع الفيديوز، لكن احنا ما بنقبل انه يطلع هيك منتج يعكس هيك صوره عن المجتمع الاردني. روح مثل، لكن يعني طلع قضية. إذا أنت عم تعمل دعاية لمدينة سياحية فأنت بدك تعمل هاي الدعاية للمدينة السياحية بطريقة صحيحة. أكيد البترا والخزنة ما كانت موجودة لحتى يصير فيها خليني أحكي أشياء إباحية أو أشياء خارج عن الأخلاق أو الآخرية. موجود مدينة البترا هي أجل وعام من هيك وأجل وأرقى وأحسن من هيك، هي مدينة سياحية جميلة تعكس التراث وتعكس التاريخ الأردني وتاريخ الأنباط والآخرية، ومش بسهولة أنك أنت تشوه صورتها بهذا الحكي. مدينة عمان بجميع أطيافها بجميع الناس اللي عايشة فيها كثير أحسن وأنظف وأرتب من هيك. حتى لو كان المجتمع الأردني بالآخر، حتى لو كان المجتمع الأردني لما يعصب بسب وبصرخ وبيسوي شو ما يسوي، حتى لو كان المجتمع الأردني في ناس مثلا عندها كبت أو خارج عن خلينا أحكي إطار العام تبع الأدب والأخلاق الموجودة في الأردن، وبياخد الشاب بياخد البنت وبروح مع بعض وبروح على شقة والأخير مخبئين بالآخر، لأنه بالآخر بحكي لك إذا بوليتهم فاستتروا. فإذا كان شريحة سواء واسعة أو صغيرة من الشعب بتمارس هاي الممارسات أو بتتلفظ بهاي الألفاظ خلال النقاشات، يعني بالاخر احنا كلنا بنعصب بالاخر، بنطلع عن اطار الادب يمكن شوي او كتير او ما بنطلع، حد بيسيطر على حاله حد ما بيسيطر على حاله، لكن مش القضية الاساسية انك انت تروح تعبر او تسلط الضوء على انه المجتمع سيء او على انه المجتمع بيستخدم كل هاي المصطلحات في نقاشاته، او انه المجتمع عادي كثير عنده لارج انه بنت وشاب واقفين في مكان معين سواء في الليل او في النهار في مدينة سياحية أو مش مدينة سياحية، في شقة أو في بيت أو في مكان خاص أو في مكان عام، وبيمارسوا هاي الممارسات. أكيد إحنا الشعب الأردني مش هيك، أكيد الشعب الأردني أدب ومحافظ أكثر من هاي الناحية، وعنده عادات وتقاليد يحترمها وما بيقدر يتجاوز عنها. هلأ اللي بدنا نحكي إنه الشريحة اللي طلعت بالمسلسل لا تعكس الوضع العام أو النسبة الأكبر من الممارسات الموجودة في الأردن. الأردن زيها زي أي بلد، أكيد فيها ممارسات صحيحة وأكيد فيها ممارسات خاطئة. فياريت إذا أي حد بده يطلع بأي منتج يعكس المبادرات أو الممارسات الصحيحة وما يسلط الضوء على مثل هيك ممارسات سواء إذا كان صحيحة أو خاطئة. أنا بحكي إنه لازم يصير بالعكس، إنه إذا كانت هاي الممارسات موجودة نسلط الضوء بطريقة إنه إحنا نوعي الشعب إنه ما لازم تعملوا هذا الحكي، مش نسلط الضوء ونحكي إنه أنت لازم أو إنه عادي لو عملت هذا الحكي بالطريقة اللي ممكن تكون عرضت فيها. شغلة كتير ضرورية الرياكشنز اللي أنا شفتها على السوشيال ميديا من الناس الموجودين في الأردن. ناس رفضت هذا التصرف وهذا العمل بطريقة كثير حضارية، وطبعا لهم كل احترام. ناس رفضته بطريقة كثير يمكن نحكي عنها شوي او نحكي عنها كثير همجية
بسب وشتم وتحقير والى اخره، سواء كانت للشبكه نتفليكس اللي بثت هذا المسلسل او للناس اللي مثلوه الناس القائمين عليه، وناس بتحكي لك عادي شو يعني انه يصير هاي المشاهد او يصير هاي التمثيل، مش عاجبك لا تحضره، هو اصلا مكتوب عليه بلس 16. لكل واحد حر في رايه، لكن بالاخر انا بحكي انه لو كان في رفض فما في المفروض يكون رفض بهجوم شرس او بشتم او بتحقير او الى اخره. الشغل الثاني، لو انت قابل هذا الحكي عادي يطلع احكي قابل هذا الحكي، ما حدا رح يزعل منك بالاخر، انت حر، هذا اشي بيرجع لك. لكن ما تحكي انه الناس متخلفين اذا هم رافضين هذا الموضوع، زي ما انت حر في رايك وانت قابل انه يكون هذا المسلسل موجود تحكي له، اذا انت بدك تحضر احضر، ما بدك بلاش، في مسلسلات اجنبيه وعربيه والى اخره فيها مشاهد كثير اكثر من هيك، ما اختلفنا. لكن اللي رفضوا اللي عاداته وتقاليده وعيشته وثقافته وتربايته والى اخره، ما بتقبل هذا الحكي، اعطيه المجال انه هو يرفضه. وليت لي انا عم بقرا اخبار انه بدهم يوقفوا النشر، يوقفوا البث، يوقفوا مش عارف ايش، يحاسبوا المخطئين، which is هاد نتيجة لردة الفعل للناس اللي رفضت، which is اشي كثير منيح. شغلة كثير ضرورية، الجهات الرقابية اللي كان المفروض انها هي تتطلع على المنتج قبل ما يتم عرضه. يعني اليوم انت بتحكي انه الجهات السياحية الموجودة في البتراء عم تخلي مسؤوليتها، بتحكي لك انه المفروض في جهة الرقابة على الاعلام والمسلسلات والى اخره هي المسؤولة عن قبول او رفض المنتج قبل او بعد انتاجه او اخراجه. اللي بيعني انه المسلسل في ناس حضرته وفي ناس من الأردن كانت المفروض جهة رقابية هذا الموضوع، لكن ما كان في أي إجراء قبل عملية عرضه. وإحنا كلنا عارفين في الأردن أكيد 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 هيك راح تكون ردة الفعل، واللي كان لازم الناس اللي في مواقع المسؤولية اللي راح تقبل وتنتج وتخرج وتمر على الجهات الرقابية وإلى آخره لازم تكون أوعى من هيك بثقافة طبيعة الشعب الأردني. اليوم عم بشوف على قنوات كثير نقاشات عن موضوع المسلسل جن، اشي كتير منيح، ردود فعل ايجابية سواء بالرفض او بالقبول، هي ردود فعل ايجابية بالاخر، لانه النتيجة اللي بنترجاها من عملية مناقشة المنتج بشكل عام هي الاهم من المنتج نفسه. في شغلة كثير ضرورية انه ما كان لازم حدا يسب على الممثلين او على الطاقم او 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 الاخره، كان لازم تكون ردود فعل سواء بالقبول او بالرفض لكن بطريقة ارتب شوي من الطريقة اللي شفناها على السوشيال ميديا، لانه بالاخر انت عم ترفض منتج لانه عم بسب وعم بحقر وعم بشهر وعم بلوث صورة الشعب الاردني، فما كان لازم تكون ردود الفعل من الناس اللي شوي تعصبوا زيادة عن اللزوم وكانت بالشتم والتحقير، والمشكلة استخدامهم لنفس المصطلحات الموجودة في المسلسل لكنهم رافضة انها تطلع في المسلسل. انا برفض انه تمثيل الشعب الاردني او الشعب او الشرائح اللي عايشة في الاردن بهذه الطريقة في المسلسل، لكن برضو برفض انك انت تكون فعليا زي الناس اللي في المسلسل بس قاعد بتسب عليهم من برا. فرجاء خلينا نكون شوي واعيين على طريقة تمثيل البلد وطريقة تمثيل العادات والتقاليد اللي احنا عم بندافع عنها، وما ننجر خلينا احكي خيوط العصبية والرياكشنز اللي مش مدروسة، وخلونا نمثل بلدنا بطريقة كثير مرتبة وكثير منيحة، ونبيض وجوه الاهل والشعب الاردني سواء داخل الاردن او خارج الاردن. شكرا لكم جميعا، بتمنى انه الكل يطلع ويحكي رأيه بهذا الموضوع او يشارك برأيه بهذا الموضوع حتى يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة من وجهة نظر الأغلبية واللي بتعكس وبتمثل عادات وتقاليد والشعب الأردني وصورته الصحيحة اللي لازم تنعكس سواء في الداخل أو في الخارج. أتوقع هيك أنا بكون غطيت كل الجوانب أو أغلب الجوانب اللي بدي أحكي عنها في هذا الموضوع، وإن شاء الله أنه يكون ردة فعل إيجابية على سواء الفيديو اللي أنا عم بحكي عنه عن هذا المسلسل أو ردود فعل تكون نتائجها إيجابية على مسلسل جن اللي عم نحكي عنه أو على الناس الممثلين. يعطيكم العافية ومع السلامة.